عملية الإحصاء هذه عملية هيكلية وعملية تخص كل بلديات الوطن، يعني 1541. احنا رانا في تقريب الشهر، في الشهر الثالث من تنفيذ العملية، وفي الرزمنة لموضوع من طرف الديوان الوطني الإحصائيات، الإعلان الأول والنتائج الأولى، يعني مش النهائية، النتائج الأولى تكون إن شاء الله في غضون شهر جانفي. والديوان الوطني للإحصاء منصب على هذه العملية اللي عندها الأولوية، وحنا كلنا في انتظار النتائج.